سلام الإخوان وحياكم الله أينما كنتم. بما أنه موعد زراعة البصل والثوم، في هذا الفيديو إن شاء الله غنبارطاج معكم طريقة جد سهلة لزراعة البصل في المنزل من مخلفات البصل اللي كنرميو، وإن شاء الله غنبارطاج معكم حتى طريقة زراعة الثوم إن شاء الله في المنزل بطريقة جد بسيطة. وقبل ما ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع، بغيت نشكركم أخوتي بزاف على التفاعل ديالكم الزوين، وما نطولش عليكم ونبداو بزراعة البصل. السلام خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا طريقه عبقريه لزراعه البصل في المنزل من مخلفات البصل. نعم، من مخلفات البصل يمكننا زراعه البصل في المنزل بكل سهوله وبكل بساطه. فلندخل اصدقائي مباشره في صلب الموضوع. اول حاجه اخوتي كنديرو من بعد ما كنجيبو المخلفات ديال البصل ديالنا على هذا الشكل، كيف ما كتشوفوا هذا البصل الاحمر، او كيف ما نقولوا حنا المغربيه الخضاريه، وهذه النحاسيه او البصل الاصفر. انت يمكن لك تاخذ اي مخلفات عندك ديال البصل، ومن بعد كتجيب وعاء على هذا الشكل هذا، او لا اسيس بحال هادو بحال هذا القصص هذا، يمكن لك تزرع في اي شيء. انا غادي نزرع في هذا الوعاء. من بعد اخوتي كناخذوا المخلفات على هذا الشكل هذا، وكنديروا في التربة 1 سنتي على هذا الشكل هذا، بحال الى غير كنحطوها على هذا الشكل هذا 1 سنتي، حطوها على هذا الشكل كما كتشوفوا هنا. هذه هي الطريقة يمكن لك انك تنبت البصل كيف ما كتشوفوا بسهولة. غير كنحطوا المخلفات ديال البصل وكنضغطوا عليها برفق على هذا الشكل هذا بكل سهولة. ومن بعد اخوتي كناخذوا البخاخ ديالنا وكنقوموا بالرش ديال المخلفات ديالنا على هذا الشكل هذا. انا غادي نوريكم دابا اخوتي واحد الوعاء او لا اسيس اللي منبتة فيه، ففي ظرف اسبوعين اخوتي كتنبت، وملي كتنبت اخوتي هنا في هذا المكان يمكن تنوض لك 3 ديال الشتائل او 4 ديال الشتائل او شتلة او شتلتين، كيف ما غادي نوريكم في هذا الوعاء اللي هو عندي مزروع هنايا ان شاء الله. وغادي نوريكم ان شاء الله كمية ديال البصل اللي زارع في اسس، وان شاء الله عندي واحد الاسيس اللي هو نضج وغادي نحصدو معاكم ان شاء الله. ومن بعد اخوتي من بعد اسبوع كتنوض عندك على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، على هذا الشكل هذا كتنوض عندك على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوف. هذه مخلفات او لا الجذور ديال البصل نايضين فيها شتلتين. غادي نجبدوا هاد الجذور ديالها او لا غنجبدوا هاد الشتله كامله كيف ما كتشوفوا، يعني الجذور ديالها سميكه ما شاء الله على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، على هذا الشكل هذا. هانت وهنايا خوتي عندنا شتلتين، هاد الشتلتين غادي نفرقوهم من الوسط ديالهم وغادي نزرعو كل شتلة على حدة. يمكن لك تخليها في الاصيص الا بغيتي تخليها في وعاء، يمكن لك تخليها كيف ما غادي نوريكم واحد الشتلة كيف ما هادي اللي هي انا اصلا خليتها في وعاء بعد ما زرعت في الاوعية الكبار، خليتها هي في الوعاء اللي هي كيف ما غادي خوتي كيف ما كتشوفوا. هذه خليتها في الوعاء ديالها، هذه راه حتى هي مخلفات مثل هذه المخلفات اللي غادي نوريها لكم ان شاء الله. هذه خليتها خوتي في الوعاء ديالها، ما حيدتهاش من الوعاء ديالها كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا هنايا هذه المخلفات ما شاء الله كيف ما كتشوفوا كيفاش كتكون البصل في المخلفات. هنايا عندنا شتلتين يعني من المخلفات من مثل هاد المخلفات هذه يا خوتي، هذه هي اللي مزروعه هنايا كيف ما كتشوفوا، هي هذه هي الجذور. ومن بعد كنقسموا الشتله ديالنا على هاد الشكل هذا، كيولوا عندنا شتلتين كيف ما شفتوا، حتى هادو كنقسموهم على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا اخوتي بسم الله ما شاء الله كيف ما كتشوفوا. يمكن لينا نزرعوا كل شتله في الصيص كيف ما غادي نوريكم دابا واحد الوعاء اللي زارع فيه البصل على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، هي هادي. ومن بعد يمكن لينا نزرعوها طريقه سهله، كنجيو للتربه على هاد الشكل هذا
كنديرو تقف في التربه على هذا الشكل بكل بساطه بكل سهوله. وان شاء الله غادي نوريكم واحد الاصيص اللي هو اكبر من هذا، يعني حتى هو زرع فيه شتائل على هذه الطريقه هذه اللي شفتو. وان شاء الله غادي نوريكم اصيص او صندوق اللي هو زرع فيه تحته هو البصل بنفس الطريقه، وهو الان البصل ناضج ان شاء الله اللي غادي نحصدو معكم ان شاء الله في هذا الفيديو. كما كتشوفوا ان شاء الله بكل سهوله بكل بساطه يمكن لك انك تستغل هذوك المخلفات ديال المطبخ اللي كيترماو ديال البصل، يمكن لك انك تزرعهم بهذه الطريقه او بهذه الطريقه اللي غادي نوريكم دابا. وعلى هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا زرع حتى هي في هذا الوعاء. نشوفوا هذه كيفاش بدات كتكون ما شاء الله ما شاء الله. هذه بصل احمر، مخلفات ديال البصل الاحمر، يعني هنا زارع منها عده اسس كيف ما غادي نوريكم. هنا مزروعه مع البسباس، وهذه مخلفات ديال البطاطا على هذا الشكل هذا. وهذه اخوتي اللي كتشوفوا قدامكم فهي زهره ديال البصل اللي كتحول من بعد البذور اللي بامكان ديالنا اننا نزرعوها. وهذا اخوتي اللي مزروع في هذا الصندوق هذا، هذا البصل الاحمر كيف ما غادي تشوفوا، البصل الاحمر طبيعي بدون مواد كيميائيه كيف ما كتشوفوا. فما شاء الله تبارك الله كيف ما شفتوا اخوتي بهذه الطريقه السهله وبهذه الطريقه البسيطه يمكن لك انك تزرع البصل عندك في المنزل ويمكن لك انك تولع به. كنتمنى اخوتي نكون خفيف ظريف عليكم، وما تنسوش معاكم الاعجاب بالفيديو. اما الناس اللي باقيين ما مشتركينش فمرحبا بكم، تقدروا تشتركوا ونتلاقاو اخوتي في الفيديو الجاي اللي غادي يكون على طريقه زراعه الجلبانه في المنزل بطريقه بسيطه ان شاء الله. وخليت لكم اخوتي الراحه. مرحبا بكم اصدقائي في هذا الفيديو. اليوم ستستكشفون مدى سهولة زراعة الثوم في المنزل بطريقة وبحيلة بسيطة. سنتحدث على أبسط طريقة لزراعة الثوم في المنزل من الألف إلى الياء إن شاء الله، من البذرة إلى الحصاد. كي لا نطيل أصدقائي فلندخل مباشرة في صلب الموضوع. وهنا أخوتي أول حاجة غنحتاجوها بلاطو ديال البيض وتربة عادية وفص ديال الثوم كناخدوه من عند العطار كل سهولة. اول حاجة اخوتي غادي نزرعو في هذا الاتجاه، ما غنزرعوش في هذا الاتجاه اللي هو مسدود، غنزرعو في هذا الاتجاه اللي هو مفتوح على هذا الشكل هذا، باش اللي غاصين يلقاو منين يخرجوا او الجذور يلقاو منين يخرجوا من هنايا. وغادي نعمرو هاد الفتوحات على هذا الشكل هذا. ومن بعد كناخذوا الفص ديال الثوم ديالنا، هذه ثومه بلديه، انا غنزرع ثومه بلديه، وانت يمكن لك تزرع اي ثوم بغيتي، المهم انا غنزرع ثومه بلديه. كنشدوا الفصوص ديال الثومه على هذا الشكل هذا، كنخشوهم هكا في التربه على هذا الشكل هذا. من بعد اخوتي بكل سهوله كناخذوا بخاخ، الا ما عندكش بخاخ تقدر تاخذ قنينه كيف ما هذه ودير فيها اتقب هنايا في الفوق ديالها على هذا الشكل هذا، هذه حتى هي قاضيه الغرض. كنسقيو البذور ديالنا على هذا الشكل هذا. ومن بعد اخوتي غادي نحطوا البذور في مكان ظل حتى كينبت. غادي نوريكم واحد البذور اللي هما موجودين من قبل، دابا العمر ديالهم لهم اسبوع. ملي كيوصلوا البذور ديالنا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، ها هما هنايا نبتوا، هنا يمكن لينا نحولوهم في اصيص كبير. وهنا اخوتي غنتقلوا للمرحله الثانيه اللي هي تجهيز الوعاء اللي غادي نزرعوا فيه ان شاء الله. انا غنزرع في هذا الوعاء اللي هو بانيو كيف ما كتشوفوا، هنا فيه فتوحات في الاسفل ديالو، وهنا فوق من الفتوحات غادي نديرو الكارطون. علاش كنديرو الكارطون؟ حيت الكارطون كيحتفظ بالرطوبه، يعني ملي كيسرد هذا الكارطون كيحتفظ بالرطوبه، وهكا في حاله ما نسيتي ما سقيتيش النباتات ديالك اي حاجه غتزرعها في اي وعاء هكا، الا نسيتي ما سقيتيهاش فهذا كيبقى محتفظ بالرطوبه، يعني كيبقى الماء وكيبقى يمد لي غاصين او الجذور كيبقى يمدهم بداك الماء. هادشي علاش انا دائما كندير الكارطون. المهم كنديرو الكارطون ديالنا على
هذا الشكل هذا. وهاد لا تورب هاد التربه ديالنا اللي هي هذه، فهذه مخلطه بسماد بلدي اولا المخلفات ديال الحيوانات سواء ابقار او اغنام او طيور. المهم انا كنستعمل ديال الاغنام، هي هذه هي اللي خلطتها مع هاد التربه هذه اللي هي تربه عاديه. ومن بعد اخوتي بكل سهوله غنعمروا الاصيص ديالنا. ومن بعد اخوتي كنسقيو الوعاء ديالنا كل سهوله. قبل ما نزرعوا فيها اخوتي كنسقيوه سقيه مغمره او كنسقيوه مزيان باش كنستخرجوا داك الهواء اللي كاين في التربه على هذا الشكل هذا. وكنخليو الاصيص ديالنا حتى كيشرب الماء او كيشرب المياه. ومن بعد عاد باش كننقلوا الشتائل ديالنا في الاصيص. دابا اخوتي بكل سهوله غننقلوا الشتائل ديالنا في الاصيص الكبير او لا الوعاء الكبير. شوفوا هنايا لي غاسين ديال الثومه على هذا الشكل. هذه فيها جوج ديال الشتائل، يعني نقسموها على زوج ونزرعوا كل فص بوحدو على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا هادو هما الشتائل ديالنا، غنحولهم في الاصيص الكبير. وهنا اخوتي غنزرعوا الشتله ديالنا على هذا الشكل هذا. ندخلوا الشتله كامله في التربه، غادي نخليو غير هذا الساق الاخضر على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا غادي نخليو غير هذا الساق الاخضر بوحدو اللي الفوق، اما المتبقي اما البذور كتهبط كامله للاسفل. وهنا خوتي في هذه المرحلة ضروري خصنا نحطوا الاصيص ديالنا يا اما في الشمس يا اما في شمس جزئية. وهنا خوتي بعد مرور 3 أسابيع على الزراعة، اما بالنسبة للسقاية فكنسقي مرة في كل 4 أيام. اهم شيء هي اننا مرة نقلبوا سطح التربة، ما نخليوش يجف، باش حيت الى جف غادي تشقق لنا التربة وهكا غتقيس لنا الجذور. ولهذا خوتي مرة نبقاو نقلبوا سطح التربة. وهنا بالضبط بعد مرور 4 أسابيع هنايا خصنا نقلبوا الثوم ديالنا ونشوفوا واش نضج ولا ما نضج. في هذه المرحلة كيف ما غادي تشوفوا غادي نجبد هذه من التربة باش نوريكم الداخل ديال الثوم كيفاش كيكون. اللي ما عمره ما شاف الثوم لأول مرة يشوف الثوم أخضر. كيف ما كتشوفوا لي غاسين ديالها شادين في التربة وشادين مزيان، فسبحان الله غادي تشوفوا الثوم كيفاش داير من الداخل. غادي نفتح الثومة وغادي نوريكم الثوم. المهم أخوتي ملي كتوصل لهذه المرحلة هذه هنايا كنحبسوا عليها السقي باش يجف الساق، وهكا ملي جف الساق غادي تجف حتى التمره، وهكا كيفاش غادي نحصلوا على الثوم كيف ما غادي تشوفوا. وهنا خوتي بعد مرور 50 يوم كيف ما كتشوفوا ما بقيتش سقيتو، يعني ما سقيتوش الاسبوع اللي فات. هنايا جفت الاغصان او جفت الاوراق، وكيف ما كتشوفوا هنايا الثوم اصبح جاهز، يعني خصنا نحصدوا الاصيص كامل. ومن بعد غادي نحطوا هاد التمار، نحطهم في مكان اللي هو مكان شمس جف التمار اكثر واكثر. هنايا غادي نحل لكم هاد الثوم هادي هاد التمره ديال الثوم باش تشوفوا الثوم ملي نضج، يعني في المراحل ديالو الاخيره كيفاش ولا كيف ما كتشوفوا. اللهم بارك وزيد في ذلك. وهاد الثومه البلديه عندك في الدار، يعني كيف ما شفتوا اخوتي بهذه البساطه وبهذه السهوله يمكن لكم انكم تزرعوا الثوم في المنزل، ويمكن لكم انكم تحصلوا على تمار ديال الثوم بكل سهوله وبكل بساطه. المهم اخوتي الى عجبك المحتوى ما تنساش تدعمو معاك بشي لايك. اما الناس اللي مازال ما مشتركينش فمرحبا بكم تقدروا تشتركوا. وخليت لكم الراحه ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.